لإجابة مجلس الدولة بخصوص بيان الرأي المطلوب من قبل الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات. أود أن أوضح كرئيس لجنة قانونية في مجلس محافظة نينوى وإخواني أعضاء كتلة نينوى الموحدة أن البيان الصادر من مجلس الدولة يمثل شرحا للآلية العامة لعملية اختيار مدراء الوحدات الإدارية والصلاحيات المتعلقة بهذا الخصوص، ولا يمثل الموافقة على قرار مجلس المحافظة الذي اتخذته كتلة نينوى والمستقبل. نحن لا نرفض أي جلوس بخصوص المفاوضات متى ما رأينا حسن نية في المفاوضات بأخذ الحقوق بالشكل السليم الذي يضمن حقوق كافة المكونات أهل نينوى. نينوى عراق مصغر، لا يمكن تغليب طرف على طرف آخر. نحن مع الحق في هذه المحافظة. نحن نبحث عن مجلس محافظة خدمي بعيدا عن الصراعات السياسية.